طيب خلينا نروح لحتة مصر والانتماء لمصر وحب البلد وحب تراب البلد دي، لان انا واحد من الناس لعبت باسم منتخب مصر 19 سنة، وعارف ان ده شرف كبير قوي ان انا البس بدلة او قميص عليه اسم مصر. لما انت شفت علم مصر بترفع وشفت واللحظة دي ان انت حاسة ان انت عاملة حاجة لبلدك، يعني كلميني عن انتماء المصريين لبلدهم. والله يمكن فعلا زي ما حضرتك بتقول، اللي بيلعب رياضه بيحس الحته دي زياده عن اي حد صحيح. تاني مصري، لان بقى لحظه رفع العلم والنشيد وهو بيتعزف والناس كلها قايمه بتحترم النشيد اللي بيتعزف وقايمه محترمه البطل اللي جاب ميداليه لبلده، دي بتبقى بالنسبه لنا حاجه كبيره قوي قوي يعني. وبرغم ان انا عملت ده كتير قبل كده، بس كل مره بيبقى ليها احساس جديد مختلف. صحيح. يعني صحيح. طبعا مره الاولمبياد بالنسبه لي كانت يمكن احلاهم. طبعا طبعا عمرك ما تنسيها، عمري ما هنساها طبعا، عمرك لا ما عمري ما تنسيها، هنساها، لان واحنا عمرنا ما ننساها طبعا يعني هي ليها كواليس كمان، ان لما يبقى وزير الشباب والرياضه قاعد في المدرجات هو اللي بيشجع من فوق، هو اللي خبر. بيكاتش الاهلية من طبعا فوق يعني. مصر يا جماعه، يعني كلنا كان مصريين. احساس طبعا مختلف. انا كنت سامعاه، كنت سامعه دكتور اشرف، هو لان هو كمان كان لاعب كاراتيه وكان حكم كاراتيه، فهو فاهم كويس برضه فاهم، في اللعبه، عارف. فانا كنت قاعده سامعاه من فوق. قال لك ايه بعد انا يهمني في اللحظه اللي كان فيها الترجيح والترجيح ما كانش لصالحك، قال لك ايه بعديها؟ دكتور اشرف طبعا طيب بخاطري، ويمكن من الجدير بالذكر ان هو برضو يعني ما سكتش هناك، هو جاب لي حقي هناك زي ما بيقولوا تالت ومتلت، تمام يعني عارف يجيب حق البلد طبعا. مصريين حلو يا قوي باشا، يعني. مصريين يا باشا. بس يعني خلاص هو قرار حكم بس وطلع وقف جنبك يعني طبعا، بأمانة. وقف جنبي، جنبك وهو لحد دلوقتي بيقول انا بعتبر ان الميداليه بتاعتك دي بالنسبه لنا ذهب، ذهب طبعا، كل مصر وان شايفه هي كده. كانت فتحه خير، وجي بعدها ميداليات تانية في ميداليه كمان في الكاراتيه، وبعد كده جه احمد الجندي في ذهب. الخماسي، فيعني يعني كان في كميه احداث حلوه شجعت بعد. المصريين بقى، بالظبط شجعتيهم يعني، انت اللي فتحت الباب ان الباقي يقول لك لا انا عايز